السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في قناة أفكار في الرياضيات. إن شاء الله هنشرح درس القطاع الدائري للصف الثامن الأساسي في مبحث الرياضيات للفصل الدراسي الثاني. نبدأ على بركة الرحمن. في البداية بدنا نتعرف ايش يعني او ما هو مفهوم او تعريف القطاع الدائري. لاحظ المنطقة اللي انا قاعد بظلل فيها في اللون الاحمر، هذه اسمها القطاع الدائري. تمام، القطاع الدائري بكل بساطة محصور بين نصفي قطرين في الدائرة وقوس. تمام، طيب عشان انت تفهم اكتر بدنا نتعرف ايش هو القوس. لاحظ معايا اللون الاخضر، شايف المنطقة هذه اللي بدي احددها انا، شايف اللون الاخضر اللي حددته، هذا اسمه القوس الف دال باء، شايفه كيف؟ طبعا انت بامكانك تحكي لي هو نفسه القوس الف باء ولكن هتحكي لي الاصغر. تمام، ليش؟ لانه تلاحظ في عندي صار قوسين، القوس اللي باللون الاخضر والقوس اللي باللون الاحمر، شايفوا هذا؟ طلع انا حاطط النقطة دال والنقطة ها تقع محيط الدائرة بالعندنا عشان انت ما تتوهش. لاحظ معايا باللون الاحمر هذا اسم القوس الاكبر، ولكن احنا عشان نسهل على نفسنا ما نحكيش انه ألف باء القوس الأصغر، ألف باء القوس الأكبر، بنسهل على نفسنا هنحكي القوس ألف دال باء، مع إنه إحنا بنتكلم عن القوس الأصغر. ولما أحكي القوس ألف هاء باء معناته أنا بحكي عن القوس الأكبر، القوس ألف هاء باء هذا القوس الأكبر. تمام، وعندك القوس ألف دال باء طبعا هيكون هو عبارة عن القوس الأصغر. تمام، طبعا انت هتلاحظ هان في عندي زاوية، الزاوية هذه هي الزاوية المركزية للقطاع الدائري، شايفها؟ طبعا سميناها زاوية مركزية علشان ضلعاها انصاف اقطار. تمام، اسمها زاوية مركزية علشان ضلعاها انصاف اقطار. اذا بكل سهولة القطاع الدائري جزء من مساحة الدائرة محصور بين نصفي قطرين وقوس في الدائرة بكل سهولة. تمام، طبعا هيكون في عندك قطاع أصغر هو باللون الأحمر والقطاع الأكبر اللي مش مزلق. تمام، يعني لما تتكلم عن القطاع طلع كيف يقرأ، ألف ميم بادل، يعني القطاع الأصغر. ولما نتكلم عن القطاع ألف ها با ميم، يعني القطاع الأكبر. بتمنى يكون واضح ومفهوم تعريف القطاع الدائري. تمام، ما فيش فيه أي مشكلة. نشوف كيف بيجي أسئلة، أنا بدخل يعني على التمارين والأسئلة مباشرة وإن شاء الله تفهم الموضوع بكل سلاسة. نبدأ على بركة الرحمن في الأنشطة. في عندك في الكتاب المدرسي نشاط 4 صفحة 44، أنا مش هكتب النشاط ولكن هقرأه إليك. قطاع دائري في دائرة نصف قطرها 14 سنتيمتر، ركز معايا لما حكي لي نصف قطرها يعني نق هيساوي 14 سنتيمتر. تمام، وطول قوسه يساوي 11 سنتيمتر، إذا طول القوس بده يساوي 11 سنتيمتر. جد قياس زاوية القطاع، زاوية القطاع هي الزاوية المركزية ويرمز لها بالرمز ها، بدنا نوجدها بالدرجات. تمام، زاوية القطاع هي الزاوية المركزية للقطاع الدائري. تمام، ويرمز لها بالرمز ها، ولعلمك طول القوس يرمز له بالرمز لام. اذا صار عندك ناق يعني نصف قطر، وطول القوس لام، وها يعني الزاوية المركزية. ما فيش أي مشكلة، السؤال سهل جدا جدا، ما عليك إلا تحفظ لك القاعدة اللي بدي أكتب لك إياها الآن.
شوف انا بالنسبه الي ما فيش داعي احفظ ثلاث اربع قوانين، في قاعده بسيطه بحفظها وسهله الحفظ. طلع شو بقول له، هقول له زي هيك: زاويه القطاع، تمام، رمزها ها. الان زاويه القطاع، تمام، بقسمها على 360 درجه يساوي ايضا في عندي طول القوس لمين؟ للقطاع الدائري على محيط الدائرة، تمام. وفي عندي أيضا مساحة القطاع الدائري على مساحة الدائرة. شوف عارف كيف أنا هذا حفظها وعمري ما بنساها؟ الآن لما هو بطلب مني أتكلم عن زاوية القطاع، تمام، زاوية القطاع، طب ما هي جاية من الدائرة صح ولا لا؟ والدائرة كلها 360، إذا عمريش بنساها بصورة نسبة زاوية القطاع على الدورة الكاملة، لأنه الدورة الكاملة 360، يعني هحكي لك زاوية القطاع 360، عمري ما بنساها. لما بتكلم عن طول القوس، تمام، أنت لاحظ قبل شوي لما شرحت لك تعريف القطاع الدائري، طول القوس هو القوس من وين أخذناه؟ جزء من محيط الدائرة صح ولا لا؟ إذا على طول بعمل ربط ما بين طول القوس ومحيط الدائرة، ما بنساش، إذا بعملها نسبة طول القوس على محيط الدائرة. كذلك لما بتكلم عن مساحة القطاع، طب تمام، هو مساحة القطاع جزء من مساحة الدائرة، إذا بصورة نسبة مساحة القطاع على مساحة الدائرة. صدقني عمرك ما بتنساها بحياتك، زاوية القطاع الدائري يرمز لها ها على 360، طول قوس القطاع على محيط الدائرة، مساحة القطاع على مساحة الدائرة. بتمنى هذا الكلام يكون واضح. الآن انت لاحظ هذه انا يعني اي نسبة بدي اشتغل عليها مين مع مين، المعطيات هي اللي هترشدني. انت لاحظ بده زاوية القطاع مجهولة، بده زاوية القطاع، تمام، على 360 يساوي طول القوس مديني اياه، اذا واضحة الصورة، اذا مع مين بدي اشتغل صح ولا لا؟ ولكن ركز معايا، احنا بنعرف انه محيط الدائرة يساوي 2 باي نق صح ولا لا؟ واحنا بنعرف باي النسبة التقريبية، اما 22 على 7 او 3.14%. امتى نستخدم 22 على 7 وامتى 3.14؟ انت حر تستخدم اي واحدة منهم، ولكن في طرق للتسهيل. يعني الان انت لاحظ نصف القطر يقبل قسمة على 7، اذا بستخدم 22 على 7 صح ولا لا؟ طلع ايش بده يصير؟ 2 ضرب، بدل باي بكتب 22 على 7 ضرب نصف القطر اعطاني 14. لاحظ معايا 7 على 7 1، 14 على 7 2، الان اضرب 2 ضرب 2 4، ضرب 22 88. شفت كيف؟ بكل بساطة بشتغلها. الان بكل سهولة حاضرب ضرب تبادلي، ها ضرب 88، ها ضرب 88، وعندي 360 ضرب 11، طبعا بدي ها، اذا هقسم الطرفين على 88، معناته ها تساوي بكل سهولة. طبعا في عندي عملية اختصار، لاحظ انت على ال 11 1، وهنا طبعا على ال 11 8، طبعا 8 تقسيم 8 1، و 360 تقسيم 8 فيها 45، اذا ها 45 درجة، وبهيك حلينا المسألة. بتمنى تكون واضحة. صدقني ما في داعي تحفظ زاوية القطاع لحال القانون، ولا تحفظ طول القوس لحاله، ولا تحفظ مساحة القطاع، فقط هذه اربط بيناتهم، زاوية القطاع 360، طول القوس على محيط الدائرة، لأنه أنت طول القوس أخذته من المحيط أصلا تبع الدائرة، ومساحة القطاع ما هو جزء من مساحة الدائرة. احفظ فقط هذه النسبة، اوعك تفكر انه هذه النسبة طويلة، لا مش طويلة، وسهلة في الحفظ وبتضمن العلامة ان شاء الله. اما بالنسبة لقانون محيط الدائرة لازم تبقى حافظه وتاخده بصف رابع وخامس، محيط الدائرة 2 باي ناق، مساحة الدائرة طا ناق تربيع او باي ناق تربيع، ما فيش اي مشاكل باذن الله تعالى. الان ان شاء الله بدنا نتكلم عن نشاط 5،
صفحة أيضا 44. النشاط بيحكي لي رسم قطاع دائري في دائرة نصف قطرها 3.5 سنتيمتر. إذا مدين نصف القطر يساوي 3.5 سنتيمتر، وكانت زاوية هذا القطاع يعني ها معطيني إياها 30 درجة. فما طول القوس المقابل للزاوية 30 يعني بالدولاب؟ ما فيش أي مشكلة، أنا حكيت لك ما فيش داعي تحفظ. الآن إحنا طلع بنقول زاوية القطاع على 360 درجة يساوي طول القوس على محيط الدائرة، تمام؟ وبإمكانك بدل محيط الدائرة تكتب مباشرة محيط الدائرة 2 باي نق، تمام؟ يساوي مساحة القطاع، مساحة القطاع على مين؟ على مساحة الدائرة اللي هي عبارة عن باي ناق تربيع، يعني سهلة وما فيش فيها مشاكل. لاحظ انت اي نسبة مع نسبة هستخدم المعطيات اللي هتنجمني، ما فيش فيها شطارة كتير. طلع معطيني هو ها، صح؟ اذا الاولى هستخدمها ها 30 على 360 يساوي لام مجهولة على مين؟ على محيط الدائرة، ونصف القطر مديني اياه، اذا 2 ضرب باي ضرب نصف القطر مديني اياه 3.5، يعني المسألة ما فيش فيها مشاكل. الآن طلع شو بده يصير معايا. ما يلي؟ ال 30 هي ال 30 على 360 يساوي لام، عندي 2 ضرب 3.5، 7 ضرب باي 22 على 7. انت لاحظ السبعة مع السبعة بتروح، بضل عندك 30 على 360 يساوي لام على 22. الآن بكل بساطة، حتى انت لاحظ الصفر مع الصفر بروح، وعلى 3 1، وعلى 3 12، يعني ضل عندك 1 على 12 يساوي لام على 22. اضرب 1 ضرب 22 هتحكي لي 22، و12 ضرب لام 12 لام، قسم الطرفين على 12 معناته لام تساوي 22 على 12 ويساوي، لاحظ معايا، قسم 22 على 2 بضل 11، وال 12 على 2 بضل 6، تمام؟ انت لاحظ معانا 6 ضرب 1 6 والباقي كام؟ 5، وبهيك بنكون احنا اوجدنا الطول وهو المطلوب. بتمنى هذا الكلام يكون واضح وما فيش فيه أي مشكلة. إن شاء الله بالفيديو القادم هنتابع شرح الدرس ونحل تمارين ومسائل إن شاء الله الكتاب المدرسي. أتمنى تدعمونا تشتركوا في القناة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.